يا قوم لا تتكلموا، إن الكلام محرم. ناموا ولا تستيقظوا، ما فاز إلا النوم. وتأخروا عن كل ما يقضي بأن تتقدموا، ودعوا التفهم جانبا، فالخير ألا تفهموا، وتثبتوا في جهلكم، فالشر أن تتعلموا. أما السياسة فاتركوا أبدا وإلا تندموا، إن السياسة سرها لو تعلمون مطلسموا. وإذا أفضتم في المباح من الحديث فجمجموا، والعدل لا تتوسموا، والظلم لا تتجهموا. من شاء منكم أن يعيش اليوم وهو مكرم، فليمسي لا سمع ولا بصر لديه ولا فم. لا يستحق كرامة إلا الأصم الأبكم. إن قيل هذا شهدكم مر فقولوا علقم، أو قيل إن نهاركم ليل فقولوا مظلم، أو قيل إن بلادكم يا قوم سوف تتهدم، فتشكروا وتحمدوا وترنحوا وترنموا. سلامتكم.